انا غنمشي عند دابا ان شاء الله بس حوايجي، كنتسنى الوالد ديالي غادي يجي ان شاء الله باش نمشي معاه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا كيف بقيتوا لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا احسن الاحوال ان شاء الله العالمين. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو كما كتشوفوا اختي ناديه ان شاء الله غادي توجد الصدقه ان شاء الله، الله يجعلها مباركه. الله يبارك عليك اختي، مبروك عليك تانتي. هذا المره حنا باركنا في التليفون ودرنا وجينا نبارك لك. الله يخليك اختي، الله يخليك اختي، الله يخليك اختي، الله يكثر خير، الله يكمل عليك بالخير ان شاء الله يا رب. قلبنا اختي وافاء، والله واحد الانسانه اللي تستاهل الصراحه. الله يحل حزامكم المشاهدين العزاز اللي ما كتولدش، الله يفك وحيله اللي ما كتولدش، الله يحل حزامها. امين. الله يفك وحيله واللي حامله، الله يفك وحيله على خير. والله يعطيكم كل ما تمنيتوا بخاطركم يا ربي. والله العظيم كنا كنتمناو هادشي وفاء من قلبنا. والله العظيم فرحتنا واحد الفرحه لا توصف. والله العظيم ان شاء الله عقبال الوفاء ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله يا ربي، وعقبال بيبي شاور. بيبي هي بيبي شاور اي ان شاء الله يوسف جاي مشهور ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي امين. ايوا بزاف ديال الحوايج ان شاء الله تكون الفرحه عند وفاء ان شاء الله يا ربي. الله يفرحكم انتما في حياتكم، وحتى حنا خوتي راه حنا فرحانين. ناديه مسكينه يعطيك الله يكرمك اخيرا صبرت، انا كنا كنتمناو لها مسكينه. والله كنتي قلتي لي في واحد الفيديو قلتي لي مازال غادي ديري الدار. قلتها والله العظيم، قلت لك شوف انا كنحس، انا كنحس ان شاء الله ديري شي فيزا سبحان الله العظيم. الحمد لله اللهم لك الحمد. والله العظيم ورا ناديه راه في المرتبه ديال الام ديالي، ولا كنختار والله راه عزيزه وغاليه. سكنت هي انت ما دازت منها وتعذبات، والحمد لله ما خيبهاش حيت قلبها زوين حتى هي. واليوم كما كتشوفوا راه جينا ناخد الماتريال، حيت زوين انا الصدقه خوتي. انا ماشي الماتريال اللي عندها فاطمه اختي، لا خوتي عندنا الماتريال كلها. تبارك الله يا ربي بطناجه فاطمه، الحاجه اللي شفتي على ما قلبتي كاين وجود. ايوا جينا هنا فاطمه جينا نتقداو غير من هنايا، نديو المسائل اللي خاصنا ان شاء الله يا ربي. كما كتشوفوا نديو الطناجر والبرمو الكسكاس والفرنويات، المهم كلشي المسائل ديال الطياب. واش اخوتي كاين انتم ان شاء الله غادي ما نخليكش ما نحرقوش مراحل اختي ان شاء الله يا ربي. غادي نشارك معكم هي داكشي كامل اللي غادير ان شاء الله. واليوم كما كتشوفوا غادي تاخذ داكشي اللي خاصها ان شاء الله، وحنا كنشوفوا معها داكشي كامل اللي غادي خاصها. الله يسخر لها يا ربي، واي واحد خاطروا شي حاجه ربي يسخرها له يا ربي امين يا ربي. والله الا دعات معكم وفاء في ذاك الفيديو من قلبها مسكينه وبكات، والله العظيم الدعوات ديالها مستجابه، قلبها زوين واللي قلبها على لسانها الله يجعل ربي يكمل عليها بالخير. والله يعطيكم انتم كل ما تمنيتوا بخاطركم يا ربي امين. وراه سعيد تجمع الفرنويه حتى جا سعيد. شو الشعور ديالك انا دابا؟ شو الشعور ديالك؟ الله يلاه فرحانه بهذه الصداقه ان شاء الله، كنتمنى كل شيء ان شاء الله يدوز بخير ويكون كل شيء حاضر انا ديالك ياك؟ كل شيء معي طالب. واش ان شاء الله خوالاتي العائله كامله، عمي خلاص واحد الله يخليه علينا ويطول عمره، خواتاتي خوالاتي وبنات خوالاتي بنات عماماتي عماماتي، المهم كل شيء غادي يكون ان شاء الله يا ربي في صداقه. من با سيدي وجرد والله كاين غير اللي كيبان وكاين الاغلبيه اللي ما كيبانوش. اغلبيه في المغرب اغلبيه بنات عماماتي وداك الشيء الاغلبيه ما كيبانش، خوالاتي وبنات خوالاتي كل شيء ان شاء الله يا ربي غادي يكون في هذه المناسبه هذه. ايوب مسكينه وايوب طول العمر ان شاء الله، انا غتبقى كنقولها لفاطمه خويا كنقول ايوب ما غيكونش اثنين، قالت ما غيكون. وحاش اختي مسكينه قالت 15 يوم عنده واحد المهمه، الله يكون عليه بالخير يا ربي امين. والله العظيم الا غتبقى بلاصته اي والله راه كتحمل راجل يجيبوا لي راجل سبحان الله مازال لا لا مازال لا 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 والله اختي كتهضر الصوره مكموله يا ربي، وخصوصا التربيه وصافي هادشي اللي باغا ما باغا غير الانسان كيكون عنده وليه تيبغي بنيه الصراحه، كيبغي الانسان تكون عنده ديك هذاك الشوق ديال البنيه، كتكون بنيه تي كيكون داك الشوق الاول، هما هي اللي جا مع الله مرحبا بها. يكون زوين ولا مربي مزيان. انا شحال من الناس يقولوا نوضي تولدي نوضي تولدي. انا تلا ديال الصراحه خصك تكون مبارك عليا. لا ضروري. والله العظيم. دابا ضروري تكون مربي. الله يقدرنا عليهم وصافي اختي الدار. ضروري ضروري عاوني لا تديروا لا تديروا لا تديروا. والله العظيم اختي التربيه وكلشي نسات كل شغله كلشي. كلشي اختي. الله يعينك. ايوا دابا غادي نهزوا هذا الشيء سعيد غيهز هذا الشيء ان شاء الله يشارجي في ليبيكوب. سعيد. سعيد رد لك بالرحيم. واش نقد في هذه الصدقه ولا والو؟ شويه ما بينو ما بينو فين قال لك؟ مسكين. غادي نقول بزاف معنا ما تهضرش يا شو 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 ادم راه الصباح هو تيصوني. ادم تيحماق عليهم ما تيبغيش يفرق. والو ما تلقاش مشكل في راهي اللي تلقى ادم سبحان الله العظيم. اسامه ما تيقدش يفرق.
ايوا الله يخليهم لك ان شاء الله يخليهم يا رب. دابا انا راه اي حاجه كنشاور فاطمه شنو هادي شنو خصني في هادي راكم عارفين اخوتي عمرني درت شي مناسبه درت اسبوعات ديال الدراري درتهم عند عبوستي ايوا هما اللي كانوا كيقوموا بهذا بالاشغال انا كنت غير كنافسه ودابا هذه المناسبه خصها دار في المنزل الجديد ان شاء الله يا ربي دابا بصح خصها دار تما في الدار المنزل ان شاء الله وحنا مشوقين اخوتي صدقه ديال اختي ناديه ان شاء الله مشوقين ان شاء الله وجي عندنا راه حتى غير تخلص كتهربي لنا صدقه راه بغينا نجيو نتعرضوا راه مازالناش في الدار ديال ناديه انا راه مازال ما جيتش انت اللي مازال ما جيتيش وداكشي تبارك الله اللي كتصوري اللي كتحطي ما شاء الله داكشي غزال زوين كل حاجه جات بلاصتها ما شاء الله كثر ديال الدري الصغار عجبوني 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 اختي وفاء داكشي خطير المشاهده كل ما تمنى في خاطرو شي حاجه الله ربي يحققها له الله يعطيكم كل ما تمنيتو اخوتي امين ايوا دعيو معنا ان شاء الله يكمل هذا الشيء بخير وتكون ان شاء الله امين ومرحبا بالمشاهدين كاملين الله يرحمهم الناس اللي كانوا حاضرين معنا كاملين والله العظيم مسكينه دايره قلبها كبير تهي الله اختي وفاء الحمد لله دابا سعيد يلاه هز يلاه واخا نحل الباب هذا اللي يقرب انا نحل لك ما كاين غطيتها جيب غطيتها يا كاينه صافي واخا هذيك الاخرى ديال الوسطاني ديال الكبيره وجيب الصغيره واخا اختي الله يسلمك واش كاين تما بعدا ولكم معنا مرحبا الله يكسر بكم اختي لا لا بالعكس اختي انا تقال عليك هو في هذاك الشيء ما تقاش قاش انا لا انا هو سهلا قلت ما تهزيش معايا دابا نزيد في الاشهر الاولى اي ان شاء الله الله يكمل عليك يا ربي امين دابا تجيب لي غير هذيك الغطيه الصغيره جيبها لي باش ما تنساش درتي الفرن درتي الفرن تما سعيد ها هو مازال حدا اخر مازال حدا اخر تعطيني فاطمه المغار المغار كتحطي الدجاج هذه راه بغات المغار عطيوها المغار ها هو صافي المغار 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 دابا هذيك المغطيه وفاء المغطيه ديال الثالثه الثالثه جيبات لنا دابا هادو فاطمه خدامين الله فاطمه عرفت قولها فاطمه هادو خدامين هادو تبانو واحد ثاني هذا ثقيل باش ما تقلش ليهم باش تعرف شحال عندك وشحال ناسيه وما تخدمين لا خدام بعدا من هذا اللي من هنا عافيه تبداها هذا هذا الطياب تيخرقوا له في الوسط يبداو هذوك اليوم جوج دورات هذيك جوج دورات دوك هذوك تاخ فاطمه ديالها ما عندها والو من هاد الماتيريال هادو انا عاد يوم عند فاطمه ها انتم الوالده مزيزه فاطمه فاطمه تبارك الله كل شيء كاين ديما تشريش حطيه ايوا لا اختك اختي الله يطول عمرك وليده رجع عطي التحيه للناس لا دابا ناخذها هذيك الله يعطيك الخير اختي والله يكبر بيك الله يسهل عليك شكون والسلام عليكم اخواتي بنياتي وليداتي تحيه لكم كاملين الله يسهل اموركم الله يعلي درجتكم الله يستركم ويجيكم من كل عفات الله يحفظ لكم وليداتكم وشكرا لكم تحركي بها وغادي تمر زوينين الله يصلح شكرا للتعاليق ديالكم زوينه وشكرا كاع اللي باركوا الوفاء شكرا لكم شكرا بزاف ايوا ولدي راه دابا عندها يجرى وسبك وكان غير يجرى وسبك ايوا الله يسخر امين امين الله يسخر ان شاء الله راه تجي فاطمه قبل هي ووفاء ان شاء الله ضروري يا ربي دابا راه كلشي كان بالمشاوره ديال فاطمه شحال هذه شنو عندي هذه شنو الله يعطيكم الخير اختي الحمد لله الصراء والضراء لا لا اختك اختي الله يطول عمرك الله يخليك لا لا اختك اختي الله يطول عمرك وشكرا بزاف بالوفاء والله يكمل عليك بخير وتفكري بعدا شنو بغيتي ها واحد كاينه حتى واحد كاينه اللي بان لي بان لا تفكرنا شي حاجه دابا نولي نعيط لكم ان شاء الله ان شاء الله يا ربي انتم انتم غاديو غدا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بصح ملي دابا تيعمرو في البرارد ضروري غلاه كبيره الوالده عندها مع هادشي تبارك الله فاطمه انا غلاه عمرني شفتو في حياتي لا سبب مناسبات هاد الغلاه فين شي ديال دينا لك داك الشيء كتشدي لي هاد الغلاه لا وي هذه الحاجه اللي قلت لك شفت لكم الدار كامله لا وي هذا العام عيطي عمرو البرارد كامل هذا صافي
عمر البراد دقه واحده دقه واحده اي والله قلت على راسي البراد خلاص يجيبوهم لك لا يجيبوهم التريك شو 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 خذ اه صح دخلنا شي كامل نردو بلاصه واخا ما ديرش التواصل راه كاين تواصل كاين تيسات لا داكشي غير يجي لك تقول لنا معاه حقا شفنا في الحال هكا كل شي والله الا كان معروف ايوا كيف كيف مسكين بغا قالك فين هو ريان انا فين هو قدام المشاهدين ديالنا كما كتشوفوا شفتي تبدلت من الفيديو لفيديو تبدلات الحالات تبدلات اللبسه ما المهم اخوتي كما كتشوفوا دابا ان شاء الله دابا اليوم راه شي البارح اللي كان ديال اختي ناديه لا غد ليه دابا انا معروضه ان شاء الله عند اختي دايره واحد الصداقه عند عبوسان في مدينه مكناس انا غنمشي عندها دابا ان شاء الله ونحضر معاها حيت راهي هنا في المغرب وصراحه نتمنى كاع الناس اللي كيتفرجوا فينا انكم تدعوا معها حتى يا ربي رزقها الذريه الصالحه يا ربي يا ربي امين وكاع اي وحده في خاطرها شي حاجه ربي يسهلها يا ربي امين اي شي حاجه اي وحده باغا شي حاجه في خاطرها ربي يعطيها لها يا ربي يا الذريه الصالحه يا اي حاجه يعني دعوه ديال غريب مستجاب 40 غريب مستجابه وخليكم معنا اخوتي المهم انا غادي نشوف راني لبست حوايجي كنستنى الوالد ديالي غادي يجي ان شاء الله باش نمشي معاه وغادي نمشي نحضروا تما كاين العائله كاين كلشي كاين زعما العائله ديالي وديال اختي سلوى كلشي موجود وصراحه الله غادي نتوحشكم ولكن مور هذا الفيديو ان شاء الله غادي تشوفوا غتشوفوني ان شاء الله غادي يكون عند اختي ناديه صدقه ديالها حتى هي صدقه صدقه قولي لها درتي بحال ديك الطلبه كدوري صدقه صدقه المهم اخوتي كما كتشوفوا دابا غنكون عند اختي الكبيره اختي سلوى موراها غدا ان شاء الله غادي نمشيو عند اختي ناديه تاهي ان شاء الله وغادي نحضروا معاها وتكون تاهي العائله كامله مجموعه والله يسخر لها يا ربي الله يسخرها في دويرتها يا ربي امين والله يرزقها من حيث لا تحتسب يا ربي امين وها انتم كما كتشوفوا انا راني لبست الكشط باش غنمشي ان شاء الله وانتم اختي فاطمه قالت لك لا والو تدي معاك قالت لك ذوقي هادو نسى اختي تما ساكن يدوقوا من العنب دارت لي مسكينه واحد الكريط انا كما كتشوفوا هاي هذه والله عاد العنب خفن صراحه مزيان ما شاء الله هذا بلا عظم وهذا هذا موسكا هذا موسكا والاخر بلا عظم غزاله اختي الله يخلف عليك الله يخليك اختي فاطمه والله بغيناك تما فرقنا الصبر حنا نمشيو على الناديه اييه خاصك تخلطي علينا دابا اختي فاطمه بغات تمشي معايا ماشي والله لكن ما لقاتلهمش الجهد قالت لي راه ما لقيتلهمش الجهد قالت كاتني نادي خصها نادي اول مره غدير صدقه بغات اختي فاطمه هي مولفه زعما كدير هادشي ديال العراضات يعني اختي فاطمه عارفه وقالت لها جابك هوني معايا وحضري معايا وانتم عارفين ضروري اختي فاطمه تكون معاها عاوتاني وانا غنمشي مع اختي غادي نمشي مع اختي بقينا كنديروا بقنا الصبر وانا غدا ان شاء الله غادي نمشي عند خالتي فاطمه بما دوز الصدقه ديال اختي وغدا ان شاء الله انا غادي تشوفوني ان شاء الله على الناديه امين 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 في جميع المرضى المسلمين امين وكما قلت لكم اخوتي انتم ادعوا مع اختي ان شاء الله ربي يرزقها الذريه الصالحه يا ربي يا ربي امين الله يفرح كل امين يا ربي امين داكشي اللي بخطر امين يا ربي امين يا ربي امين الله يسهل على اي وحده كما قلت لكم واي شي وحده اي وحده في خطر شي حاجه ربي ربي يحقها ان شاء الله يا ربي يا ربي يا زوج كما خاتها فاطمه يا زوج يا ذريه صالحه اللي بغات الذريه الصالحه ربي اي حاجه اي حاجه اي حاجه النجاح ربي ينجحها يا ربي يا ربي اللي بغات الصالح الوليدات ربي يصلح لوليداتها امين امين اللي بغات الخدمه ربي يسهل لها الخدمه اي واحد يا ربي ايوا كل وحده تشوف وليداتها في اعلى المراتب ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي امين كل وحده داكشي تتمنى في خاطرها يا ربي اللهم امين يا ربي امين الله يسهل على الجميع ايوا خوتي حتى لهنا غنكون سامع لكم تهلاو في راسكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله مهم مع التحضيرات ديال اختي ناديه ان شاء الله غتشوفوني معها ايوا خوتي راه حنا لبسنا وقادين ان شاء الله ايوا باش تشوفوها انتما خوتي بغينا الكحل عزيز عليا بزاف غنى الكحل عزيز عليا بزاف 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 والله الله يزيد خدت خد قالت لي قلت لها غادي غنمشي كنا خارجين انا والفعل كانت خارجه اول حاجه يلاه دخلوا قالت لي غنمشي والله الا الوالده غادي شويه غادي راه في حاجب قال لي ندوز عليك النت وهبطي معايا كنت سير تهدي مزيانه عندنا حمزه غدا قالت لك لا خالتي راه جاي بابا يديني قلت لها قلت لها غادي يجي بابا يديني وهذا وقلت لها نحضروا نحضروا أيوة حنا كاملين أيوة وانتم تشوفوا اخوتي ايوا شكرا واللي غادي شي صداقه بصحتكم وراحتكم والله الا تهلاو في راسكم اخوتي وحتى الفيديو اخر ان شاء الله بسلام عليكم.